احباب الجميع على 05 22 46 72 50 او 51 او 52، ايضا 05 22 88 00 60 ولا 61 62. وغنمشيو مباشرة ناخذ معنا مكالمتكم، ومعنا لالا رشيدة من مكناس. مرحبا بك لالا رشيدة، صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم بخير على هذا البرنامج، على هذه المعلومات اللي كتقدموا لنا، الله يكثر خيركم. مرحبا لالا، هذا واش بارك الله. مرحبا. الله يرحم والديك. الله يخليك. انا غير كان عندي واحد المشكل ديال المعدة، مرة كانت كضرني، كنت مشيت عند واحد الطبيبة اختصاصية في الجهاز الهضمي. نعم. قبل من رمضان. نعم. ايوا نعم. هذا عطاتني شي تحاليل وداك الشيء، انا كنت خايفه من هذاك هذا، سمحي لي برتبك شويه. عيب شويه عليك. كانت عطاتني واحده ديال جرثومه ديال المعده. نعم. الحمد لله خرجوا لي التحاليل مزيان، ولكن هذا عندي نقص، هذا فقر الدم. واخا شحال الوزن ديالك رشيده؟ ديك الوقيته فاش مشيت عند الطبيبه كانت عندي 49. 49 واخا. لا 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 عفوا، الدوره الشهريه عندك مقاده؟ لا عندي مقاده. واخا. وشنو شنو دكتور؟ سعد جوج وقالت لي راه انيمي، وخصها نشوفوا هذا الانيمي منين المشكل ديالها. بالضبط تماما، هادشي اللي بغيت نقول لك. حنا عندنا فقر الدم، الدوره الشهريه مقاده، ما كاينش الحمد لله. ما عندكش بواسير او لا او لا مثلا قولون تقرحي او لا هادشي؟ لا لا ما عنديش قولون تقرحي، غير المعده كانت مره كتحكني شويه، عندي حيت الوالده قالت لي تمرجرتوما ديال المعده. واخا انا نعطيك رايي لاله رشيده. مرحبا. سمح لي عافاك دكتور، كانت قالت لي خصك ديري فيو ديال المعده باش نشوفوا هذا الحديد المشكل ديالك. بالضبط. واخا لو تيست. نعم. للاسف انقطع الخط. طيب تفضل. شوف انا رايي انا في الحاله ديال رشيده، اولا راه بعض المرات كنديروا لو تيست ديال الجرثومه كيطلع نيجاتيف. يعني بوزيتيف. نعاودو اختي سكينة لو تيست مرة أخرى. يطلع إذا درت أنا فوالا، إذا درت لو تيست ريسبيغاتوار ندير لو تيست سونغان، وإلا درت لو تيست سونغان ندير لو تيست ريسبيغاتوار. شوف كاينة تخوا تيست، سا ديبون على حسب كل مختص والمرحلة اللي مشيتي عنده. كاينة لو تيست فيكال ديال الخروج الشرف الله قدر الجميع، كاينة لو تيست سونغان ديال الدم، وكاينة لو تيست ريسبيغاتوار. شوف سبحان الله العظيم، هاد الجرثومة فيما مشيتي تلقاها، تلقاها في الخروج ديال الانسان، تلقاها في التنفس ديالو، تلقاها في الدم ديالو، باش تعرفوا الدرجه ديالو. وبالتالي عاودي لو تيست اختي رشيده، لان العلامات اللي عندك بالنسبه للوزن ما ناقصش بزاف، ولكن نظرا لهذا الوزن هذا اكيد غتكون باقا بوزيتيف. في حاله ما الا لقيتيها افيكتيفمون نيجاتيف وتاكدنا وهذا الشيء اللي بغينا، غتمشي غديري التحليلات ديال الكوبالامين ديال فيتامين بي 12. لأن يعني هو اللي غادي يكون عندك. أنا أختي سكينة تقدر تكون رشيدة كانت عندها الجرثومة الحلزونية وما بقاتش. خام الناس غايقول أوي كاينين حالات، مي شنو كيبقاو؟ كيبقاو لي سيكيل ديالها، كيبقى نقص ديال البي 12، وإلا نقص لك البي 12 راه عندك فقر دم، خاصة وأن هي الحمد لله ما عندهاش لي زيموغويد، يعني لأن الناس فقر الدم بعض المرات كيكون عندهم البواسر، بعض المرات كيكون قولون تقرحي، وعاد الجرثومة عندها نيجاتيف. نتمنى هذا أحسن سيناريو بالنسبة لي أنا، هو السيناريو ديال أنها تكون عندها غير نقص فيتامين بي 12. بي 12 راه كدير له لا كوريكسيون دغيا، تمشي عند المختصة ديالها. بين قوسين اليوم كنهضروا على اللحوم، مدينة مكناس بويسكو رشيدة من مكناس من الناس اللي كانت فيها ثقافة التوابل، وبقال الآن بقال الآن كتمشي كيقول لك هذه تخليطة ديال الحوت، هذه تخليطة ديال الشواء، هذه تخليطة ديال اللحم. ونتمنى من الناس ديال مكناس يحافظوا على هذه الثقافة، لأن ثقافة زوينة كانت فاس مكناس، كانت في المغرب كامل، ولكن بويسكو في مراكش في أكادير في طنجة، ما بويسكو الأخت رشيدة تصلت من مكناس، حافظوا عليكم على هذه الثقافة أختي سكينة. بلا دوز عرفتي راه كيخرج لك واحد المذاق عجيب جدا. حيت كانوا كما كنقولوا العطارة ولا الناس اللي متخصصين اللي عندهم هذه الخلطات. بالضبط. ماشي بعدو السر، والسر كان عند الجداوات، ولكن من بعد مشى عند عند بعض الناس اللي خداو هذه الحرفه كيف ما بغينا نقولوا، ولكن للاسف حنا ما حافظناش عليها. دابا ولينا كنشوفوا هادشي في المعلبات، واش بنفس المقادير ولا لا الله اعلم، ولكن حنا ما حافظناش على التراث للاسف، اللي هو مهم بزاف واللي كان كيعطي ديك البنه في اليد المغربيه بطبيعه الحال. تماما. والله يقدرنا يا ربي. ناخذوا معنا مكالمه اخرى. معنا اللحظه لالا ناديه من الدار البيضاء. مرحبا بك لالا ناديه. مرحبا بك لالا ناديه.
الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم دكتور. السلام استاذ. اهلا وسهلا بنادية. بارك الله فيك. انا فرحانه وحصل لي الشرف اني عاود اتصلت بكم. الله يكون لك بارك الله فيك. استاذ احليمي ما عرفت واش عقلتي عليا، انا اللي كنت اتصلت بك الاسبوع الاخير من رمضان وقلت لك عندي المراره وغادي نفتحها وقلت لك نعم نظام غذائي اللي المهم تبع النصائح ديالك والناس اش كيقولوا لي واش كيقولوا لي ملي جاتني سميتو. نعم نعم عقلت عليك استاذ. الحمد لله دارت العمليه وداز كل شيء بخير الحمد لله و اللهم لك الحمد. مني درت تحليله مورا العمليه اللي كنت قلت لك بانني لقيت السي جي او تي السي جي بي تي طالعه ديال الكبد. وين ديال الكبد؟ الحمد لله ملي عاود درت لي زاناليز الاخرينها في هذا الاسبوع اللي فات الحمد لله. نعم الحمد لله. شحال لقيتي لقيت في السي جي او تي 21.21 جي بي تي. كانت قبل المهم هذيك كانت قبل 26 وكانت جي جي تي 17.37 وكانت 79.10. وي 79 طالعه. وي وي دونك دابا نورمال. دابا نورمال جي جي تي كانت 22.13 كانت 49.32 ودابا 49.13. دابا الامور ديالك مزيانه ما كتحسيش بانتفاخات؟ ما كاينش انتفاخات الحمد لله. شويه الحمد لله ملي كان كيجيني واحد الوجع ولكن الحمد لله الحمد لله. واخا اللي كاينه استاذ انا حيت ما كنتش قلت لك واقيلا ما عقلتش ولا شنو قلت لك بان عندي انني ملي كانت بات لي التحليلات في رمضان بانني عندي الجورتوما كانت عندي 35 وقالت لي حيدوا المراره عاد نرجعوا للجورتوما ونشوفوا اشنو كاين. نعم نعم اللي كانت عطاتني لي تحاليل في رمضان وكان معاهم ديال الجلوبال ديال الجلوبال كانوا طالعين 12.38. نعم منين عاودت لي زاناليز عاوتاني دابا مع هادو ديال الكبده لقيت عاوتاني زادت 13.320. انا دابا دارت لي داكوغ. شحال باش درتي العمليه دابا لاله ناديه؟ شحال داز على العمليه؟ درتها الاسبوع الاخير في رمضان يعني درتها الليل 27 رمضان. واخا نجاوبك ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله. ودكتور انا درت يو دابا كنتسنى ريزولتا واحد 3 ايام عاد يعطوني ريزولتا وشويه عرفتني شويه الخلع على ان كان عندي لا ان شاء الله. شوف القرار الاول ناديه لا لا معدن عام دكتور ناديه. شوف ناديه واخا انا اسمعيني شنو نقول. واخا استاذ الله يجازيك بخير. بارك الله فيك. مرحبا تفضل يا استاذ. شوف الخلعه الخلعه هو غياب التوازن بين هذاك الخوف وبين ان عندك واحد الثقه في واحد الناس وفي راسك. تقدر تجيك واحد ساعه ساعتين فاش يتعطى لك واحد الخبر ولكن من موراها دماغك كيبدا يحط. عندنا مختصين كفاءه عاليه في المغرب جميع المجالات. عندنا الحمد لله السويفي اللي ممكن الانسان يديره. زرتوا محله زونيه ولا يقضى عليها في ظرف شهر؟ نوطيوها عندكم الناس اللي باقيين عندهم الخوف. شهر 2024 وقبل كاع قبل 2007 كان لابلاسيون ديال ليستوما. دابا في دار 30 يوم جورتوما اصبحت من التاريخ شرط انك ما ترجعش النمط اللي جبتي به الجورتوما باش نحيدوا ذاك الخوف. لان الخوف ليس من شوف الخوف ماشي الصالح ديالك وماشي من الصالح وليداتك وماشي من الصالح المختص. ملي كتدخل عند المختص كيبدا على الاقل يزول منك الخوف. الانسان كيقول لك انا داخل صفر لا الخوف نقدر نتقبله انا في ذاك المرحله الاولى مي من موراها شكون اللي كيزول الخوف؟ اعطيكم مثال بسيط. انا غادي وغادي لواحد البلاصه وما عارفش الطريق سي نورمال غنخاف بالحق طبيعه الحال كيخلع فوالا المجهول. دونك انا واقف هنا غادي للصحه ديالي. شنو هي الصحه؟ هو نقضي على الجرثومه. ملي كنكون عارف الطريق وشي واحد غيوريني الطريق ولا غادي شي واحد مثلا راكب حدايا يلاه انا غنوريك الطريق. حنا الحمد لله عندنا في المغرب الصحه عطى الله شكون يوريك الطريق مختصين في كل المجالات. وهذه سو كيف مي كنولي انا واخا عارف البلاصه اللي غادي لها وعارف الطريق صافي ديك الساعه حيت يلا عرفت الخبر سي نورمال غنخاف. علاش؟ انا ما عارفش الطريق. مي فاش كنولي عارف الطريق
نمشي باطمئنان، نقدر نمشي على رجلين، نقدر نمشي بسرعه، وانا لا انا ما نفضلش ان الانسان يمشي بسرعه، مي عارف الطريق اللي غنمشي عليها، وهذاك لو شومان مرسوم صافي، الطريق الى الصحه كيكون معروف. دونك انت اختي ناديه راه ماشي انت اول وحده اللي غتقاسي بالجرثومه، بزاف الناس اللي في ظرف شهر صافي ولات اصبحت من التاريخ. فانا عقلت على السؤال ديالك، كانوا عندك لي تخون زامي ناس طالعين، وكنت هدرتي على المراره، وكنت هدرتي على العمليه ديال المراره، وكنت قلت لك انا المراره عندها تخوا فاز، عندها البخي اوبيراتوار ولا البوست البخي اوبيراتوار، يعني قبل العمليه خلال العمليه والبوست اوبيراتوار يعني من بعد العمليه. مي الحمد لله انت في الاخر ديال رمضان دابا راه دازت المده. انا سولتك على الغازات، لان بعض الناس خصنا نقولوها لهم، ملي كتحيد المراره خاص الغازات كيكونوا، وبالتالي يكون اكل كميه بسيطه ومقسم على طول اليوم. من تدزتي من هذه المرحله هذه ما كاينش مشكل. الجرثومه غتمشي عند المختصه ديالك وغادي تبداي معاها شويه بشويه. يعني بالنسبه لي انايا مسار اللي هو معروف للانسان يمشي فيه. واحد الحاجه، النقطة اللي كانت سولت عليها نادية باش عارف المستمع، حنا المستمع راه كنعقلوا عليهم واخا يتصلوا الملايين العام كامل، كل واحد عاقلين عليه. الأخت نادية كانت سولتني في السؤال لآخر مرة، لأن هذه مدة، على واحد النقطة، قالت لي وقالتنا كاملين إلا تذكرتوا باللي حنا العائلة كيقولوا أنت كتاكلي مزيان وهكاك وجات عندك المرارة، واخا كنا كناكل مزيان. علاش راني حنا كناكلوا مزيان باش اننا نستثمروا. شوف التغذيه هي استثمار حقيقي في الثروه ديال الصحه، والصحه هي راس مال وجب المحافظه عليه والاستثمار فيه، هذه ما فيهاش نقاش. ولا الصحه احنا الصحه عندنا ثمنها غالي. ملي كنقولوا ثمنها غالي يعني استثمار حقيقي فيها، والاختيار ديال الاكل هو احسن استثمار، لان لا سونتي راه سون فالور ماشي شي حاجه اوبسيون. لا 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 لا، انا نعطيكم مثال، لا الاورو ولا الدولار، شنو قيمه الدولار قدام الصحه ملي كانت كورونا؟ حنا المغاربه كنعرفوا الا عندك الدولار ما جيبش الصحه، حقينا عندك الصحه تقدر تخدم على الدرهم وتخدم على الدولار وتخدم على الاورو، وبالتالي هاد الدوفيز ولا هاد العمله ولا هادي الا عندك ما تقدرش تمشي للصحه، ما كاينش داك الذهب العكسي. بالحق الا عندك الصحه تقدر تشتغل وتجيب رزق وتجيب هذه. فالصحة كتجيب المال، الحق المال ما كيجيبش الصحة، والصحة هي ثروة وغالية غالية، سي اون فالور. مي كنقولوا اون فالور اون دوا انفيستير، خصنا نستثمروا فيها. والصحة انا قلت عندها ثمن، ولا ما عندها. بعض الناس كيقول لك ولا وانا ما غنمشي انايا ناخذ مثلا القرقع. انت ملي كتاخذ حلوى ما كتستثمرش في الصحة ديالك، الحق ملي كتاخذ قرقع وي غالي تفرق معاك ما تصرفش فيه، مي راه كتستثمر في شي حاجه دو فالور، شي حاجه دو فالور. راه شنو هو الانفستيسمون؟ شي حاجه دو فالور وراس مال عندك، هذاك الشيء الصحه تستاهل كل شيء وتستاهل اننا نستثمروا فيها. شوف واحد المال غتحطوا في الصحه هي غتحطوا سواء غادي نحطوا انا باش نستثمر وانا صحيح في الاكل ديالي في الرياضه، سواء نحطوا من بعد وانا مريض. اون توكا غير مي غنحطوا من بعد كاينه تبعات، الحق مين كنحطوا وانا مستثمر يكون عنده نتيجه، والنتيجه هي المحافظه على قيمه الصحه. الناس شي فالور اللي ما انا بالنسبه لي ما تدخلش حتى البورصه. علاش؟ لان البورصه اقل قيمه من الصحه. وانا كنقول المثال ديال كورونا هو غير مثال، يعني لما تعلق الامر بالصحه اقتصاد حبس. علاش؟ لان الصحه هي اول ما خاص الانسان يخدم عليه. الله يرزق الصحه والسلامه للجميع. آمين مرحبا. امين، شكرا جزيلا لك استاذ، واكيد انه الموعد متجدد باذن الله غدا. شكرا لك، كان معنا مشرفنا الاستاذ محمد احليمي اخصائي في التغذيه.